السلام عليكم. احنا الحين في نفس المنتجع لكن في مكان اخر، وهو مسبح المنتجع. هذا الحين في موقع مسبح المنتجع في منار في كيرلا وتاودا. الحين مكان اسمه وتاودا. اي هذا انا ما اعرف اقول هذا. فالمهم هذا المكان المطلع على المسبح، وطبعا مطلع على هذا السهول والجبال والاشجار مثل ما انتم شايفين. الموضوع ما محتاج كلام. تحت يشكر ان شاء الله. هاي كل الحين شوف اللي تحت الحين، هذا كلها اشجار ومحاصيل زراعية. الواحد لما يشوف هذا المنظر يرتاح 100%. تعال كيرلا في منطقة، وش اسمها هذه؟ وتاورا. بترتاح، بتحصل هذا المكان. وامورك طيبة. فيلا خاصة. فيلا خاصة. أربع غرفة عائلة. هذه فيلا خاصة. أربع غرف للعائلة. وفي طبعا غرف اللي هي غرفة. والأمور طيبة، كل شيء تمام. كيف نظيف جديد؟ جديد، كل شيء جديد. نظيف، كل شيء نظيف، كل شيء تمام. كيف قليل نفر سكن؟ خليج نفر الحين ما موجود. لكن وقت يجي مني، وقت بيجي مني بترتاح. كم يوم يجلس تقريبا؟ والله يمكن نفر يريد 5 يوم، نفر يمكن 10 يوم، يمكن نفر 20 يوم. مرتاح زيادة. نفرات كيف تعامل هناك؟ تعامل رقم 1. اوكي. رقم 1، احترام رقم 1، كل شيء رقم 1. سواق سيارة؟ سواق رقم 1. سيارة كلها قرقر قرقر، ما في زيادة. ودي يا سلام يا سلام. كيف طريق يجي؟ طريق طريق يعني هو متعب شويه، لكن انت عشان تحصل مكان زين لازم تصبر شويه. كيف طريق هذا يجي مطلة؟ كيف كل شيء تمام؟ مطلة. طريق كله جبال، اشجار الشاي، يعني تستمتع انت وطالع. منظر فرق ها؟ اكيد، ما كل المناظر نفس الشيء طبعا، مناظر مختلفة. 60 كيلو كيف فرق؟ 60 كيلو يمكن مليون مشهد شاهد. فرق واجد. كثير كثير، ضباب، امطار، اشجار، كل شيء تمام. ان شاء الله. شكرا جزيلا. تعالوا كيرلا، واموركم طيبة. ان شاء الله.